لما انا اطلب من جمال ارشيف عايزة ايه الكلام اللي اتكتب عن ياسر جلال وعن مسلسل لمسة اكتاف ولاقي دليل التليفونات ده كله جالي رأي النقاد، يعني ما شاء الله كل ده اراء النقاد في مسلسل لمس اكتاف. مش عارفة يعني طبعاً يعني انا عدت ادرس حالتكم دي. لا استاذ جمال ارشيف ده حبيبنا يعني بس كل ده لمس اكتاف. هنا كان لازم نحتفل النهاردة بالحصان الرابح مسلسل لمسة أكتاف، ونحتفل بياسر جلال، وإن شاء الله هنحتفل بفتحي عبد الوهاب وبحنان، كل واحد لوحده لأن كل واحد يستحق الاحتفال. والنهاردة هو أحسن ممثل باختيار معظم النقاد وباختيار الجمهور. أراء الجمهور هتسمعوها على الشاشة في أحلى النجوم، والنقاد هننزلها كمان في الحلقة، ولكن أنا حبيت أوريها وأقول لك مبروك دايما وكالعادة أنت الحصان الرابح. مسير مسير ربنا يخليك. أنا أولا أنا مداري أنا عامل ظل كده. لا مش مشكلة، ده لسه القمر ده. أنت القمر، أنت حبيبتي الكل طبعا، وأنا بتشرف كل سنة إن أنا أبقى معاكي. وأنا كمان والله يعني باجي بحس إن أنا فعلا بحتفل بإن الواحد عمل حاجة كويسة. تقديرك للفنانين ده شيء إحنا شايلينه على راسنا، وانا ما بصورش غير مع المبدعين. لا. اللي ما ابدعوش السنه دي مش هصور معاهم، واللي ابدعوا هم اللي هصور معاهم. بجد شرف ليا.